ضمن فعاليات مهرجان صيف البحرين عقدت ورشة تدريبية خاصة بتعليم الأطفال لغة الإشارة بهدف التواصل مع فئتي الصم. نعم، وتأتي هذه الورشة التدريبية لتعزز لديهم المعرفة بهذه اللغة عند التعامل مع ذوي العزيمة من فئة الصم. حركات بسيطة تطبق بأنامل صغيرة تحمل بين طياتها مضمونا كبيرا له معان كثيرة اكتسبها الأطفال في ورشة لغة الإشارة. فهذه الورشة ركزت على تعليم الأطفال مبادئ لغة الإشارة وطرق التعامل مع أقرانهم من فئة الصم. أهمية تعلم الطفل حق لغة الإشارة شيء وايد بالغ الأهمية، لأنه مو بس فقط يكون تعلم لغة الإشارة عشان تحقق التواصل مع أشخاص من الصم، بيكون حتى الاستفادة على المستوى الشخصي حق الطفل، لأن احنا لازم نعلم الطفل انه يحترم الشخص الأصم، هو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة او نقول من ذوي الإعاقة السمعية، فهو شريك حقيقي في المجتمع الشخص الصم. فالطفل اذا علمناه هذه الثقافة معناته في المدارس نخفف من ظاهرة التنمر. لغة بسيطة تعتمد على الإيماءات تلخص طرق التواصل بأسلوب سلس، يتم تعليم الأطفال المشاركين في الورشة طريقة تطبيقه بحرفية عالية ليكون اكتسابها بوابة العبور لعالم الصم والتعامل معهم بكل سهولة، بل من الممكن أن يكونوا صداقات بينهم مع وجود وسيلة للتخاطب بين الطرفين. السلام عليكم، أنا اسمي محمد، اليوم تعلمت لغة الإشارة وهذا الشيء عشان نتكلم فيه مع الأصم، يعني الناس لازم تعلم لغة الإشارة عشان يستفيدون. اسمي حمد، أنا شاركت في ورشة التعليم مالت اللغة الإشارة عشان أتواصل ويا أصدقائي الصمون، فهذه بالنسبة لي أحلى شيء، فأنا استفدت منه وايد أشياء. استفدت من مشاركتي في هذه الورشة أن تعلمت شوي من لغة الصم أو لغة الإشارة، وبعد مثلا لقينا أحد ما يعني صم نقدر نتواصل معه بلغته مو ما نعرف نتصرف. هذه المبادرة الإنسانية جاءت لتخدم أطفال البحرين وتعلمهم مبادئ لغة الإشارة ليكون لدينا جيل واع بأهمية فئة الصم في المجتمع وضرورة التواصل والتخاطب معها وإسعادها، ما يساهم في تسهيل إدماجهم في المجتمع. في مبادرة متميزة داعمة لذوي العزيمة ومعززة لقيم التعاون والتلاحم المجتمعي، تأتي ورشة تعلم لغة الإشارة للأطفال لتساهم في توسيع نطاق التواصل مع فئة الصم في المجتمع. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.